هادو غادي نمشيو لسميتو دوس 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 إندوستريس يا راه مجهد هذا ديال العراس الله كان انا كنهضر معكم عادي بحال كنهضر مع خواتاتي عقبلوا عليا وصافي ما كاين لا تحكيك لا والو انا مشاطي هما اختي انا غنشارك معكم غادي نديروا فهاد القرعه كان جبتهم لي عدوستي جابت لي ثلاثه زوينين كينفعوا نتمنى يكون كيبان لكم شويه البارح كان ضارب هالبرد ما فلوسي وجابت معاه هادشي وليت تقول لي خليه عندك خودي راه شريت باش نشرب منه نخليه عندك شوفي فيه بحال فيهم هادي بحال السبوله ولكن هي غليظه كاينه اللويزه ها هي وهذاك الحمار اللي قلت لكم تيطلق الحموريه وحامض راه هو هذا ما عرفتش شنو سميتو عندهم هاد الاعشاب في شكل علينا حنايا حنا هادو مجهدين علينا حنايا وشوفوا كاين حتى داك ديال الرمان القشور ديال الرمان انا كندير معاكم داكشي اللي كاين غنشارك معاكم غير بديت نوريكم اشنو فيه بحال هذا والله ما عرفت اشنو هوايا هذا يمكن هذا داير بحال صندوقو انا دا هذا حلو دير بحال الشريحه البنه ديالو بحال الشريحه في شكل هادشي عندهم كل زوين انا شربته بلا سكر وكاين هذا بحال التمر ولكن ما كنظنش هذا تمر شفت التمر قداش عندهم صغير تمر صافي هادشي لي فيه لويزا فيه هادي فيه شي اعشاب اخرين هداك الورد اللي قلت ليكم ها هو راه ماشي داك الورد اللي كيتباع عند العطار هذا بحال الوريدات انا هذاك النهار اللي كتجبت لك هذاك الصغار شتي ماشي بحال ديالنا حنايا هو في شكل ورد عادي فيه شي حاجه اخرى يمكن ما عرفتش انا نقولها المهم هذا ما عرفتوش شنو هوايا التمر عرفتو هذاك بحال الشريحه حتى هو ما عرفتوش المهم انا شاركته معكم وصافي غندير فهاد القرعه هذا يابراك يابراك هذاك الورد الوراق وملي غادي نطيبو ملي نطيبو نشاركو معاك انا اليوم ما غاديش نديرو حيت شربته البارح مره اخرى في فيديو اخر نشارك معكم كيفاش كيكون ملي كيغلى كيفاش كيولي واحد اللوين زوين ديالو كيعطي بحال الباربه حامض بالنسبه للمالين الريجيم مزيان اليوم غادي نحك عليه نشري حتى الزنجبيل سكين جبير طري نديرو معاه ونطبخو كان يقدر يضعف حتى الاعشاب اللي فيه في حتى الياسمين هانتوما شوفوا هذا الورد ديال الياسمين اللي بانت لكم هنا في الكاميرا شتيها ها هي وريده ديال الياسمين في يمكن حتى البابونج في حتى البابونج يمكن المهم زوين هادشي ديالهم مخلط مخلطين فيه كاع الاعشاب هادو راه كيريحوا الاعصاب فيهم حتى اللويزه مزيانين البرد هذه ورقة سيدنا موسى واقيلة ما نكذبش عليكم نقول لكم هي راجلي هذه ورقة ورقة سيدنا موسى يمكن صافي هذا الشيء اللي جات القرعة جات
نحط في القاد القاد. يلا ملي نجربوا هذه المره نغلي نشاركوا معاكم. هذه اي تشيك قول لها في تركيا ماما. هذه البواطه هذه ديال المكياج فغا بوكي. انا سو ماس هاي وكاينين البواطه ديال الزفران طيب 10 دراهم. الا مشيتوا للمارشي تلقاو ب 10 دراهم المكياج 16 درهم 24 درهم. وكاين عندي هذا العكر كيتباع حتى هو في حي الحسني ب 10 دراهم ديال ماك مزور ولكن راه فن. هذا ديما في الصاك عندي ما تيخطانيش في الغوز ماشي الغوز داك المشعشع ولكن هذا ماشي دابا هي انا ما غاديش ندير الصباغه ديالي هذه اللي دايره انا في الكري هي تحيدات شتيها انا دابا كنوريكم داكشي لي ديطاي شنو عندي. انا جبت لكم واحد الحاجه واعره نيفيا هادشي اللي بقى فيها فن نيفيا ما كاينش شي كريم بحالها. وكاين واحد الكريم اخر ديال الوجه من الفرماسيان هذاك واخا غالي شويه ب 200 درهم ولكن واعر هو نيفيا فقط هما اللي زوينين. انا تقريبا ما جربتش عمرهم ديال الكريمات. واحد البكيه كاينه عند ايمان بحالها دايره قدوك ياك وتصبح وياك تبقى دير فيها ماشي بياض تصبح وياك دير فيها كدير وحده في وجهها اكلي الفرباندات كدير وحده في وجهها كس اكلي ريحتك سير ديرهم في بلاصتك كتمشي كعاده كتمشي وصافي هادشي اللي كاين. انا هادي هي الفار الايطالية كاينة هادي كانت عطات ليا مطلوسي كتنشف الصباغة بحال درتي الصباغة وبغيتي تخرجي كترشي عليها بالزربة صافي كتنشف لك دغيا. ما عرفتش شنو سميتها والله ما عرفت سميتها ريديست ريديست تاهي نحطها هنايا تعالوا. وهادو غادي نمشيو لسميتو دوس 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 إن دوس تريس إن دوس تريس إن دوس تريس قولي مع أنس إن دوس مشيت جبت هاد السوبيره صغيوره ماشي صغيوره كاع كانت جابت فيها لوسي ما عرفتش شنو جابت فيها مرت لوسي ماشي لوسي ما عرفتش شنو جابت فيها. غندير فيها الجيلاتين وغنحطو حتى هو هنايا باش لا بغيتو يجيني ساهل بقاه ماشي بقى في البلاستيك كاع يمرمد ليا الحاله. انا سوما او غادي نحطو هنايا الجيلاتين. هذا راه غير شي 10 دراهم ديال الجيلاتين ما خديتش بزاف خديتو من المغرب راه حتى هنا كاين حتى هنا كاين موجود غير انايا كنقول كنقول محال لقاه محال لقاه كاين راه في كلشي موجود هنا حيدا انا تاسو هنايا كان عليا نجيب واحد السوبيرا صغر من هادي. شوف هادي عمر فيها غير النص لو كتبان ليكم عمر فيها غير النص العكار شافني راجلي قال لي جي جي نشوف انت شتشي شتشي غتخرجي لي قلت لي لا لا كاع ما تخاف راني غير كنت كنجرب شويه راه مجهد هذا ديال العراس هاد العكار. انا كنهضر معاكم عادي بحال كنهضر مع خواتاتي قبلوا عليا وصافي ما كاين لا لا كيك لا والو. انا مشاطي هما اختي دابا البارو هذو نحطهم هنا واحد ديالي واحد ديال انس نحطهم اختي هنا يبانو دابا البارو ديال المغرب وكاينين فيريلات
السلام عليكم البنات، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ان شاء الله غادي توصلني الطبله ديال التلفازه ونشاركها معكم بشحال الثمن ديالها وكل شيء. يلا نهاركم مبروك، السلام عليكم.